شو واحد القضيه، سعيد ناصري مجرد مشارك في الملحمة، انتم الان شفتوا الناس كيفاش تعاملوا معنا، شفتوا الناس كيفاش انا درت هاد لو ديفي بالعاني، درت العرض ديالي وفي الاخر ديال العرض الناس تعاملوا معايا وعجبهم العرض، راك شفتوا يعني فنان اللي غيقدر يدير حفل في الكومبلكس ويجمع 4000 ديال الناس انهم يجيو يتفرجوا فيه ويخلصوا اثمنه طالعه وباهظه ويجيو يتفرجوا في سعيد الناصري. فسعيد الناصري ما منتظرش التلفزيون يدوزو، سعيد الناصري تيقلب على الجوده وتيقلب على الحوايج، نهار التلفزيون يحترم الاعمال ديالي انا اللي غندوزها في التلفزيون، انا ما كنتسناش التلفزيون يدوزني، هذه حاجه. ثانيا بالنسبه للملحمه، الانتقادات حنا قابلينهم، الانتقادات اللي هي جميله والانتقاد اللي هي بناءه حنا قابلينها وقابلين من عند اي مغربي، لان الملحمه ماشي ديالي انا، ديال المغاربه كلهم، لان ملي كنقولوا نحن ابطال وكنهضروا على الرايه ديالنا وكنهضروا على وطنيتنا وكنهضروا على ملكنا، فهذه مساله ما كتهمني ماشي ديال سعيد الناصري بوحدو، ديال جميع المغاربه. وحنا بغينا فقط نبينوا للناس انهم حاولوا يغلطوهم، حاولوا يعطوهم صور ماشي حقيقيه، فدرت الملحمه قدام جمهور حقيقي باش يشوفوا لا رياكسيون ديالو، وهانتوما شفتوا. فبغيتكم بامانه، نتمنى انكم تكونوا صورتوا التصفيقات ديالهم وصورتوا الوقوف ديالهم وتوصلوا هادشي بامانه باش الناس يعرفوا الحقيقه ويعرفوا اننا كنا مستهدفين من طرف اجهزه ربما خارجيه اللي ما بغاش المغرب ينظم كاس العالم، اللي ما بغاش المغاربه يكونوا متضامنين، لان المغرب دائما دار ديزيكسيبسيون، المغرب ما موقع فيه لا ربيع عربي لا والو، موقع فيه حتى حاجه، لاننا كنحبوا وطننا وكنحبوا ملكتنا وكنحبوا رايتنا، حنا عايشين في امن وامان في هذه البلاد، رغم المشاكل رغم الظروف الاقتصاديه الظروف الاجتماعيه اللي تنعيشوها، فهي كتحل بشويه بشويه، لاننا قاعدين عليها بالتضامن وبالحب. المشاكل ديالنا تنقضيو عليها بالتضامن وبالحب، وهذه الملحمه كتوصف هذه المساله هذه، كتوصف التضامن ديال المغاربه مع بعضياتهم، الحب ديالهم، 120 فنان، 120 رياضي كلهم مجمعين، ولا بغيتوا يعني توضيحات على الملحمه، السي عبد اللطيف السعيدي هو كاين، يمكن لكم تكلموا معاه، لكن انا اللي كنطلب منكم وصلوا داكشي اللي شفتوه الان، والجمهور كيفاش صفق من شباب وشياب واطفال، كيفاش وصل الخبر، لان اللي كنضرني انا في خاطري هما الاطفال، الاطفال عباد الله اللي شاركوا في الملحمه، اطفال صغار بغينا نربيو فيهم روح الوطنيه، وجاو مساكن وشاركوا وقع لهم احباط ملي بداو كيشوفوا في الانترنت السب والشتم، هاد الوليدات يعني راهم الامل ديال بلادنا. انا اليوم جبتهم كاملين حضرتهم وسهرتهم باش يشوفوا الجمهور اش غيقول عليهم، وقلت للجمهور الا ما عجبتكمش الملحمه حنا نحذفوها، الا عجبتكم صفقوا عليها، وكون هما حذفوا كون ما صفقوش اقسم لك بالله كنت غنحذفها. والان المعنويه ديال الاطفال طلعات والروح الوطنيه فيهم غادا تزيد تنبت وغتزيد تكبر، لان ذاك هو الجيل الجديد، الجيل اللي غادي يبني هاد البلاد، ماشي حنا، حنا الان دينا كنمشيو، اللي غادي يبنيه ان شاء الله وراء ملكهم ديال المستقبل، وراء الحمد لله احنا دابا وراء محمد السادس الله يشافيه والله يعطيه صحته، لانه تيدير مجهود كبير، فاحنا كنقولوا له احنا معاك وحنا نحبه شاء من شاء وكره من كره، نحب وطننا، نحب الفريق الوطني ديالنا اللي غادي لروسيا، نصفق له فرحانين به، فما تهمناش ناكلوا العصا ولا غيرونا حيت طلعنا فوق الكوربات وفوق الصنادق، راه ما بان حتى صندوق، شفتوا شي صندوق في الملحمه؟ هذاك الشيء كله خداع سينمائيه اللي كنديروها باش نبينوا الجماليه ديال العيش وباش نقدروا، هذا الشيء في الافلام كلها وفي السينما كلها، حنا الهدف ديالنا هو اننا نوصلوا الرساله، نوصلوا حبنا لوطننا، هذا هو الهدف من الملحمه. والحمد لله تنشكروا الجمهور اللي جا اليوم كله، يعني اكثر من 4000 واحد وردوا لنا الاعتبار ديالنا وبينوا ان ذوك الناس راهم غير كذابه وانهم بغاو، واللي كنطلب هو ان التلفزيون يدوز هذه الملحمه، راه غادي يضيع فيها المغاربه الا ما دوزهاش، خصو يدوزها وخصهم يشوفوها ويخلي المغاربه يحكموا عن طريق القنوات الوطنيه، ماشي في الانترنت كدوز مقطعه وبواحد الطرق ماشي هي هذيك وبتشويه، دوزها التلفزيون رسميا ويسمع الانتقادات ديال الناس. السي حاتيم باش هذاك السي حاتيم، حنا ملي خدينا الصور لانها ملحمه وطنيه، فخدينا صور من الانترنت باش نوضح هذه المساله، خدينا صور من الانترنت وطلبنا من السي حاتيم انه حنا ما كناش عارفين مولاهم شكون هويا، خدينا صور من الانترنت، كانوا ربما يكونوا ديال الخارج ديال هنا ديال، فمن اتصل بنا وعرفناهم في الاول بغينا نحذفوهم، لكن عاود اتصلنا ولقيت انه شاب طيب وجميل، فقال لي علاش غتحذفوهم؟ انا بغيت نكون مشارك في الملحمه الوطنيه، وردينا دوك التصاور، والان الملحمه بالصور ديالها ومعانا حاتيم حتى هو دخل معنا في الفرقه اللي بساهمها كلها، وساهم حتى هو مستعد يساهم بحوايج اخرين ان شاء الله. لا انا ما باغيش ندخل في هذه المسائل وفي هذه البوليم، دابا نسي التصريحات نسي كل شيء، اللي بغيت نقول لك هو ان الحمد لله اليوم فرحانين بان الشعب المغربي حب الملحمه وصفق لها وسالينا، ما باقي نهضر مع حتى شي واحد، تبارك الله عليك. المهم عندي انا هو الجمهور، اللي بغيتكم انكم توصلوا بامانه انتم كصحفيين، توصلوا الصور اللي شفتوا، توصلوا الناس كيفاش صفقوا على الملحمه، توصلوا الفرحه ديال الاطفال،
وتبينوا للناس الحقيقه ان راه عندنا اعداء اللي باغيناش نبانوا، ما بغاوناش نكونوا في المستوى الكبير، وبغيناكم توصلوا الميساج ديالنا للمسؤولين ديال التلفزيون والقنوات انهم يدوزوا هذا العرض، لان على وجه 120 فنان ورياضي واعلامي، وخصوصا الاطفال، الاطفال اللي كيحملوا الرايه والمشعل ما يبقاوش محبوطين، الا شافوا راسهم في التلفزيون غيزيدوا فرحوا. وكنقول للجمهور المغربي ما باقيش تثقوا في الانترنت، راه فيها بزاف الخدع وفيها بزاف الناس اللي تيكذبوا، وفيها دي فو كونت، وفيها ناس اللي كيسبوا كيعيروا. هادوك راه ماشي مغاربه، راه بعاد على المغرب، راهم كيهضروا ربما خارج من دول اخرى، راه ما يمكنوش يقولوا، لان المغاربه كيحترموا، والا نقدوا تنقدوا بانتقاد جميل وزوين، ماشي بالسبان وبالمعيون، لان احنا الحمد لله كلنا تنحبوا بلادنا. هذه اللي بغيت توصل، هذا هو الرساله ديال سعيد ناصر، وتبارك الله عليكم، وشكرا لاعلامكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.